말을 듣게 돼요. 해무 효과를 하자. 양이 어머를 아디? 여러분, 나비 욕구가 아래 있으라고 있어요. 마카시 여러분, 아래 있으라고 있어요. 마키, 마디나 이요. 마카, 나비 욕구가 아래 있으라고 있어요. 내시 마카시 여러분, 쿨라사태, 스테이지. 하자, 내가 또 사과. 내시 여러분, 쿨라사태, 아래 있으라고 있어요. 하나 쿨라사태. 하나님의 사수는 하나님의 선언을 위해서 선언을 하니 시라수가 그러니까 사수라고 하고 아하 يعني 듣게 하는 비디아는 사수가 받았다 하는 비디아는 사수가 받았다 이런 거에 이런 게 미리 가하에 이렇게 해야 وحسوا رئيس الله سوكرا حديث في خارج أمورين عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكله مثل جليس السالح وجليس السوء كمثل نافخ الكير أفكى وانا اكسان قفك الاخر يسكى يقفك قل قفك الاخر يسكى وحيك ليه قف بوفر قف بوفر عليك من الاخر يسكى الوحر فانا كل وقت غنب قفك درت تمك كانت ومك ودرت مورينا على وقف بوفر حرك يحسر ويسكى قفك صداد الاخر يسكى دبك شده للنبي صلى الله عليه وسلم عليه اما ان يلحق خيابك وإما أن تجد منه ريحا ممطرة إنه مرضى كبيرة أما أديو أقرى هي لم يشيس كسو يسلط حديث كاس مسلم كنفتي سوري إمام مسلم سوري يعني صحيح سوري الإمام النووي رحمه الله تعالى مكو شرحه في شرحه على صحيح المسلم مكو حديث كاس كل يعني توضيحها وهو وفيه النهي عن مجالسة أهل الباطل والبيع صلى الله عليه وسلم وحا حديث كان لقفة يسموه لقفة ذاتك أهل الباطل الفساد هارب الصلاة متك أخلاق على هين متك جارك الملايين إيه ذاتك أهل البدعة والدين تتحريف عليه لا بد من ذلك لا خير في الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليش هذا الموضوع عن كذا غير هذا موضوع التحليل عن أهل البيع واتباع صفوة هذه الأمة. وحيث يعني عن جلس أهل البيع. لا خير. وحديث كسر على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأنا أنا روح أن يكون قصير على كان في وكان في علماء السنة وخد من سيدنا الله تعالى فدي أخيات كان كل مركب آثار تاس وحال الشيئين صحاتي النبي صلى الله عليه وسلم عليه بل اسكدع عديدة لأصول الدين بل حتى فروع لأجيني البغض في الله لكسر الدين وحاجة للتابعين في مكة السوق هذا السلاسة الحريرية ويسجد يعني مجالسة الحريرين في مكة الحريرية وحاكم لها طاووس تابع وين وها قصة داووس وحسوب بولي ابن الجوزي كتاب قصة تنبيس داووس وقلي لداووس يسوى سامر من مبتدي علي ولا مبتدي علي ولا كمل عن وحاضر جدا وصعب ما داوس نورك وقعدت كل يوم يقول يا أو يسوي هذا مركزه هو يري يا بني
أدخل أصبعيك في أذنك فإن هذا القلب ضعيف. ويلكيو إن كان وحو بشيئا لقى فراغ بشيء أنت عمي أرتي سمعي استاذي ونفسي. وهذه قصة ثابتة عن داوود رواها ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس فما سكون قلبي أنا ضعيف وهي وحديثة فوق وشيء غير لأن قلبي يعني الشيطان كي نفته ويسرش بيان إن هو الشك يوم الواقع وديته أنا غير شك فيه عقيدة أنا غير شك فيه سيدة مركز وعوري نكي هو أكي يعني بدعة هاي ومحاضرة مطلوبة وشهر ومعجرين وطريق شهر مركز يا داوس اسمع مني كلمة واحدة اسكب البر بيش هذا هل كلمة بس بيش بي هل كلمة قال بس بيش كما اسكب أحد الأكتب مركز وعوري وشهر كلمة كلمة هافكي حتى كلمة لك الله زي هافكي حتى نصف كلمة أو بعض دقائق هي كذي اسمها نصف كلمة يعني درك أصبح هاي درك على أكل بجانبه أو أكل سرعينه درك دين تعالى ويرى إن درك دين تسير السحرة وبيفر جوايا القرآن عرض الموقف عنه ويكلها أنا أقول بشيء أو إنه جوزي كان في سكتاب إستابيس وقبل. وإذا السلف كا شاف كم هذا أنا أقول بشيء. بشر من الريس جريز. بشر من الريس هو هذا كا يعني هذا فاضي هذا روي جه فيفضل ما هاي فاد في العلماء في واحد في مكسوف ملايين مكاس. ولولا أن الموضع ليس موضع سجود لسجدت لله شكرا. نشان فوق سجود هاي ما هاي قلت سم سجود لله سجود شكرا. يعني كالدين تلك القرآن. سر الصلاة من الأخوة خليل صلى الله عليه وسلم. سر ذلك منهج الصحراء والهندوس. أفكر ما كفر يعني كتاب الإنجيل في التوبيس لذلك مكة قصص كاس هي نماذج كاس هي تصالوي كاس هو حيث تصير هيا هي أخذت أن صوت على النيت أمان ذلك أهل البدع على أن يلفوا ذلك ولا قبل إنه هو لا يقصد الله معه إلا يهي سنة مجد أحلم نبي صلى الله عليه وسلم عليه صحابة الإسلام أحلم صحابة الإسلام حكم عليه هذا عيد. وكمان كمومي كانوا على جورا. إن وصل أسوأ كلام وجد كتير على دخل على بدعة وجد كتير على. لأنه هو حول. وكمان إنسان. وفكا أخويا يعني أيوة مصاري كل أخويا. مصاري كل. دخل على. سرت هذا خصوصا بحيث ما كان أخصه معلل تعرفني إلى المجبر والمفيد وكان أهل بدع على إسكالي وقريت وقفران وواحد يدرك على السنة لا هو كان مسيني مسيرة أنا وأنا أقول لها مسيني شرطي وعن الله يعني صفحة لنا يتنهي خمسة يعني صفحة 55 قتل شن بقى وحقيل قاتلوا قاتل الصوفية وأهل الطرق قبل أن تقاتلوا اليهود والمجوس تذكر الصوفية رأيه
تشتغل بالدوقة غطي قالب انت ابناء غطي قالب يهود اللي هو طبق عادي فعن روغفك حلائق ودير واخرين سوزن وقت سوري موقف قف مسلم تابعين ربا موقف تاري كتابين هي بطاقة ايه سوعي موقف تاري فيه وحف يرسل علي لوقف للغد مش يقولي قناة الجزيرة يرسل مركز إلهي أمركيس عنيدا ساس أبناء عن قصدي فالنعامج اللي قاعد لها يعني يمني ومركز امتحان لها قاعد لها وصاد كي يقول ريو جامعات المتنه ويهي امتحان لها قاعد ووهو ويهي مركي وغدي أنو بيهي ووهو عركي مركز وحال قاعد لها الأحواء اللي صار في وعند حارة وبيقالي وصلنا خبور رجع عديها وحوية لي هاو برنامج ديني يا جريد كان في الجزيرة نصر هو أن على الوكي غادي أكتاي من الحواء اللي صار في وقت عند هاي سو قبولي الكاسي ما فهمش ما فهم أرغبين طلع عارب يسوي أنا ما أقال مرك هذا الكوكا هاي إلا أمرك يمرك واسكر ريسكي وحاسوا قلي أبو سعيد البدري مكة وخوي لا ينتصر المسلمون حتى يرجعوا إلى معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب المسلمين تقول يقول قال لا يرجعوا الآن فرح في هذا العقلي سيكون الوحيد أوضح كاسر تأيين إلهي وقليا أن تنصر الله ينصركم دين الله مركب به اللسان اي لا اله الا الله سوى العليل فاعبد الله الى 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 الله مقرر في الوقت والوفر ان يلغط مكروه عقيدتنا يعني بدا على سوق ما يكون هو هو عقيدة كابو قرا صفحة 190 وقال يا سياشا أهل مصر كفار لأنهم يعبدون أحمد البلد وأهل العراق ولبنان كفار لأنهم يعبدون الشيخ الجيلاني أهل مصر وما قالوا لأنه روحي عبدان شيخ أحمد البدوي قبل مصر العراقي ولبنان روحي عبدان شيخ عبد الغالب الجيلاني قبل مصر بلاد الإسلام حتى من توحيد إيسان هيسان أي خلاف ووحي أن أي قصة علي لا يقول أن عقائد ولا باطل كان وفي قصة وقال ما تنكست الجو يجي سير رطب مشي يعني لو كنت في لنا في ليهن وقال لهم كتاب كان إلى الدين الخالص وقالوا يدريهن وما يعتمد تحقق قرن تقييد المذاهب الشرق
ثم الهرة يا شهر الكاظمين. ومن لكم عليه شبهية وصوصتي لأفرت الشيخ ملاهيبتا اسكالي كل ما يكون جرى سلف صالح سما أبرونت أبرون المفضل ونبي قد عليه صلى الله وسلم عليه ونبي قد أمان كل قدوة يعني علماء سلف صالح فهم كي النصوص لكتاب في السنة السنة يكون فهمين إن فهم كل العدو ملاهيبتا الشيخ ما هو كتاب في السنة كبه حسن إنه مضى أبجدية وتشريعية ما هو فهم كي كتاب في السنة الله نعوه مثل يا رشد معني بسيط ما سبق هذه الواشيخ إلهي وغليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ذكر غلوه وريدية ظلم وأحكام وإله يا مغل ذكر علوه إلى نعوه وإليه الدين تبوا قدر غير لا يا رب سبحانه وتعالى يروح الى الشرك مع ذلك ما في سنه الاولى هي تغليظ الملائكه الشرك وكتاب اسمه فريد الدين الخالص هاجر بكى مذهب كيسة من اقرا على ورد محمد عبد الوهاب اراد سداد تلال فقه كيسة الراعى مذهب كيسة الراعى كون ما يسكن على الكتاب بسنة لا ولد كما قلت لكم الشيخ هذا الحق يوافق الكل عبد الهبد المعايش هذا السنة اللي فات المركب على دورها يا إن ذلك أهل السنة أي بلالوغة ومضب يعني مقا فرد أو عقلية بلالوغة فوجيغة سوجيغة لكن سكسو عطوهم سيدي بهالي في أوكال سكن وراتهم وذكر جرين على وجيبين على وجيبين يا قفك الدين تسير السحرة مثل الجمالي أنا ذكر جرين كل واحد كم مثل مصيرة يعني ذكر على صنع معك المصر كنت أسكرت أيام أروح أنا غير هذه المساعة وحيانا مقرد وكل الدنيا هي تصبح على شمس مركز الحوة هذا ليس حكم لها تصبح إلا خاطر وحي الموضوع بعنا ويدعو لأنه ما بسؤال ورنبا الكاب بقول كبالة ما أخذت سؤال بقول لك عمال وشنك يعني فوق المحكمة لا 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 تنبيه مسألة يا بابا انت احاديث تعوض ضرور 100 مرة 100 مرة تعوض ضرور وتظل كعمها وكالة تظل كعمها وكالة وفرات كنت شمك مع ذلك ما ماشي يا لك حديث إمام مسلم صحيح يسلو قوة الآن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لن يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك أو زاد عليه سكون تحديث أفكر من قال حين يصبح حين ينصي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد جاء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه ورواية مسلم في صحيحه وفق قول النبي صلى الله وسلم عليه وقول قوله إلى سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده مكي سكواب أبريد
نمكي الصبح قرأتي وقال قرأتي أبغض الصبح يا أبغض سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد لله وانت قرأت قبل ذلك يا ما لم يجي ما له إلى ذلك الفضل بلن أفضل ما كان قيامه يجي وحس إلا قف أنت يريد أو كلا يريد أنا كسي يدي معي أنا كسي يدي معي بسنو يا يعني زيادة في الأذكار اللي مشروعة هذه مستحبة ترجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مو كلا ترتبه الكلام ده وذيك الرب سبحانه الله بحمده وبغض ورسبه وأغريه أدوك هدد كون قوار أخرسه تكون قوار أخرسه إلا كفر الباندة يسير تكون على حديث مكة من اللي هي مكة سيسو وغض قوار كما رأى وقال الله الشيء وزاد عليه حقيقة فين أو زاد عليه رأي مسلم مسلم مكاسة على السوق أغنى والسوق الأولية روايات مرحبون ذلك أهل الصناعة كان أذكارتها هي وضعي في قول العبادات قول النهود والقريم وحلقة جيدة ولكتي ما هو حلق محاضرة يمرض وحكمها أثر في عبد الله المسعود ويان عبد الله المسعودة يعني مسألة كنت وقصة بحي وكي جماعة وله سماعة اكتاعي مئة بغل يعني مو بغل قرر سبحانه الله 30 10 40 كوالا هاي مسألة قصة بحي مركز يورك ويلي هذه كمية صحاتي من حول عليه صلى الله عليه وسلم نفضل بيه صحاتي من 110 مئة أذكار نتر سنترين مركز رو مدنا نب مساج كل جرا تمر وصل تمر هذا هو تو برتي سو كتس بحسن سبحان الله سبحان الله سبحان الله وصل تمر مركز تو سو قالي ورفت وقع في البي وحيد الشاي كل من كم عن شاي هل بادي أتي عجب كاتا تشتري شاي شاي كي تمر تكتس بحسن هيا وقت وقف في تمر الله يمشي وهذا عبد الله مسؤول أساسي وأن هذا 100 مرة 10 لمجرته تصبح أساس سنوتر هذا قص أروح بعد ذلك أثر قص وأثر موضوع كلمة مخترع أو حركة بها سحر بروبا ولا الله لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبد ما هي سنة النبي قال ماها عليه الصلاة والسلام سحال قالك وصف كلاكاها قف سبحان الله إلا هيا إنه حالة تقول وتقول إيش كلا تقول أهيت أقول لكم عيد فرعون اللي فقولوا له قبل نجي تعظم يتذكر الله هدي حتى أي رنا نالا يدو حاس ستفتيره وراء الله أنك مثل الله جيرمها متى قال سنه كانت كسر ابو جيره من ليله ابان بن عياش ابان بن عياش ولد ولد عبد الله مسعود اللي هي اثر في سنه ابو جيره ابان بن عياش ولد كذاب وما عرفته قال ابان بلن ولذلك الشعب هو يروي لان يزني الرجل خير من ان يروي عن ابان اذكر شيء استخدم ابان وكوي ويعرف شيئاً عنه. هذا كذا ضرب هذا. مركا يعني ضرب ديج الولد يا خيرات كودي أثر كسبان تاع لوجب يجي صفر. أنا مش لسه سامي. كم هش؟ مركا هذا هو بوكا. شنو وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول
ومدة الدائرة لها وضفة أهل بعض الكهر بعض الكهر كهر شيء لها طيب وحالنا وقلوا تلك كان ضفة أهل بعض الكهر ورد بتوران كهر إن علم العبارتها وفقوا هدوسها الأخوانا هي ومالنتي رأي أتوانك ساعدية وصية وكان في سبيه مقاليد يسوي يسكن احتاجين هبين في أسود دالان وصريرت ما رفنا يشكت الورو خطر إيمان في سيدين في سوقتين أحيانا نوع عاسو كلا أعضار بين بينها الوصع الرأس عبلا هيل الفرعدي قلت يبري وقلت قلفتي ومدينا حكيو ساعدين ومساس عبلا مسلمية أي مرضى ميقوا أكو مسلمية حكينا مكارين كاس وفي عدوسة أقول لها وعقيدة قوته على حجة وبصيرة وعلم ويوقوها يستعقيده من أختهم علمها وفرض عين سلا صلاة الواجه قوته أليها إنا فرط علمها الواجه قوته الآخرة وحيانا نسيب على وليده حد سلام يعني برمش حد جاهز واحد مرك إلهي فضلي سبحانه وتعالى قال أنا من أيروي فقال يا علماء ورمت فلو الله أخينك يا جوغا ورمت معركة الشيوخ ونور معركة وعلم وفنون كفرا يعني وضع كبير وحباسين أخوة أنا بعض الملأ يعني كل حناتها وأتكفى جيستان سمكاس عقيدتي لأنه هذا عقيدة علمية أبو هيستان وتقليد أبناء عقيدة أبو هيستان عقيدة تقليدية مصر داعش عقيدة تقليد أبو هيستان مصر داعش واحد يرى أمارك تاعي شبه يرى يوم يكرا خطك لكن مركب حجج هي علم هي أقوال أبو هيستان روح المجرى رأيضا سنديل الله وحن المجرى الحديث كسدير الله حديث كان عبد البشير يوسف فيه فلان وكان سيء الحفظ هو كذاب هبل بحت روح عظيم كانت حديثه وبلا ورد نوع عسى سيد الدفاع ما في شبوه يكبر لكن هذه يعني تقاليد وخص عنها أنا إساسا المغرب تري إساسا مسألة المغرب تري هذا المغشي هو يهي وحضر مبادلة هذا المغرب خيرا ولا مغرب هي عدلي هو يستعمل وعلى رب هم يعني أخوة بطفة علم لها لهو دلالة رياضة ويبتهي أنك تصوف كينا يدري غضو حيكون بسم هذا العلم واحد يعني متواتر كا واشي إمام جريد البغدادي